غمض عينيك وتخيل نفسك كده لثواني معايا في الموقف ده، والأسود محوطاك من كل اتجاه، وقول لي هتعمل ايه. أسد. تخيل بقى حيوان صغير زي اللي قدامنا ده، الأسود زنقينه وهو حاسس بإيه دلوقتي. تخيلت خلاص؟ لا سيبك بقى من التخيل ده، لأن ده مش حيوان صغير ولا نيلة، ده نينجا. الحيوان ده هو غرير العسل، واللي خد لقب المخلوق الأكثر شجاعة في الكوكب كله من موسوعة جينيس للأرقام القياسية سنة 2002، ومعروف كمان باسم الحيوان الخالد. تعالوا كده يا اساطير بقى نبص بص عميقة ونعرف ايه اللي بيخلي المخلوق الماكر ده شجاع جدا وما بيعرفش الخوف. غرير العسل هو حيوان شديد العدوانية ومزاجه متقلب على طول، تحسه كده برج الجوزاء في نفسه. سبحان الله العظيم، ربنا زود الحيوان الصغير ده بأسلحة فتاكة زي مخالبه الكبيرة والقوية، وكمان فكه اللي مليان بأسنان القرش واللي بتكون عضته مؤذية جدا، عضة ما تتمنهاش لألد أعدائك. غرير العسل ربنا زوده بميزة جسدية مناسبة تماما للقتال والمعارك اللي على قده، وهي إن جلده منيع تماما ضد كل أنواع السموم. غرير العسل ليه معارك مسجلة كتير، وهو بيتعارك مع حيوانات أكبر منه زي الأسود والجاموس والفهود والنمور وغيرهم، وليه معارك قدر يقتل فيها الحيوانات الكبيرة دي بعد ما فقدوا الدم اللي في جسمهم كله، وده بسبب ان الحيوان الصغير ده عضهم من اعضائهم التناسلية وده شملهم على الاخر. الحيوان ده بيتشارك مع الاسد في صفة مهمة جدا، وهي قدرة التحمل البدني العالية جدا اللي عندهم، واللي ممكن كمان يكون بيتفوق على ملك الغابة فيها مقارنة طبعا بحجم الجسم والفروقات بينهم. الحيوان ده بيقدر يتعارك بمنتهى الشراسة والعنف لساعات متواصلة والفترات اطول بكتير من الحيوانات المفترسة الاكبر منه في الحجم، ودي بقى بتكون مشكلة كبيرة عند الحيوانات المفترسة اللي عاوزة تقتل وتاكل على طول في أسرع وقت ومن غير أي فرهدة، لأن أصغر سعرة حرارية في جسمهم ليها تمن غالي جدا عندهم. وبيشوفوا بقى إن غرير العسل مش عسل أبدا، وعلى طول بيكافح ومتعب ومقرف، وأسهل حاجة عنده إنه يبدأ بالهجوم المضاد على طول بمساعدة مخالبه وأسنانه. علشان كده علماء الأحياء الأوروبيين ليهم جملة مشهورة جدا بيوصفوا بيها غرير العسل، وهي إنه الجحيم المرعب اللي بيمشي على أربع أرجل مع روح التي لا تقهر، لدرجة إن في ناس بيقولوا عليه حيوان لابسه عفريت أو جن، لأن اللي بيعمله في البرية مش طبيعي أبدا. تخيل بقى معايا كده لو كان الحيوان ده حجم جسمه كبير زي الأسد أو النمر، كان فرتك كل حاجة هيقابلها في سكته. من اكتر الاشاعات اللي بتتقال على غرير العسل هي انه بيتظاهر بالموت الكلي، لكن زي ما قلنا دلوقتي ان دي لحد النهارده اشاعه مش ملاحظه لان محدش سجلها قبل كده، وصعب جدا التاكد منها عن طريق الدراسات لان عدد قليل جدا من غرير العسل اللي موجود في حدائق الحيوان، وحتى مراقبتهم في البريه صعيبه بالزاف لانهم عدوانيين جدا. والاهم بقى انهم حيوانات منعزله انفراديه سريه ليليه. الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي ان المخلوق ده ما بيعرفش حاجة اسمها خوف، وماشي في البرية وهو مقطع بطاقته، وده لانهم قدروا يتكيفوا ويتطوروا مع صفاتهم البدنية وخصائصهم السلوكية، يعني زي ما قلنا ان جلدهم مضاد للسموم كلها سواء كانت تعابين او عقارب حتى. والاهم بقى ان الحيوان ده شايل قلبه ومركب مكانه مروحة وماشي ولا همه، واكيد كلنا شفنا فيديوهات كتير للحيوان ده وهو واقف بمنتهى الشجاعة في وش الاسد، لا وبيخوفه كمان، وده طبعا انجاز كبير بالنسبة لحجم جسمه قصاد حجم جسم ملك الحيوانات كلهم. المخلوقات الصغيرة دي مش بتخوف الاسود بس، لا دول دايسين في النحل وابن آوى والضباع والفهود والنمور المرقطة والتعابين السامة والفيلة والاناكوندا والنمس وكل حاجة بتيجي في وشهم. من الاخر كده هم هيتعاركوا مع اي حيوان هيلاقوه من غير ما حتى يفكروا في سلامتهم وانهم هيقدروا ينجوا من الهجوم ده ولا لا. غرير العسل عنده جسم عضلي قوي وفي اخره مخالب حادة وقوية، وكمان فك مرعب وجلد سميك وفضفاض، والصفات دي كلها بتوفر لهم مستوى عالي جدا من الحماية ضد عضات ولسعات وهجمات الحيوانات المفترسة التانية. غرير العسل اول ما بيحس بتهديد وخطر عليه اول حاجة بيعملها هي اظهار سلوكياته الدفاعية العدوانية، يعني لو انت كنت اسد وبتفكر انك تتغدى بيه هتلاقيه راح لفف لك كده فجأة وواقف على الارض وهو اللي عمال بيزمجر في وشك، وهيظهر لك بقى أسنانه الحادة كتحذير أخير علشان تفكك منه وتسيبه يمشي في حاله. لكن لو صممت بقى أنك ترازي فيه وتهدده هتلاقيه راح قلب الترابيزة عليك وهو اللي هيبدأ بالهجوم المضاد،
الهجوم ده بيكون فعلا هجوم شرس وعنيف وخطير، لان فكه ومخالبه اقوياء بجد، مش هزار ولا اي كلام. ولو فكرت تكمل في المرازية فيه علشان تزعزع عزيمته او حتى تخليه يهرب، فحب اقولك انسى، لان الحيوان ده لو دخل في عركة ما بيتراجعش بسهولة، وهيفضل يتعارك بشراسة، خصوصا بقى لو كان بيدافع عن نفسه او عن ارضه. ويا ويلك بقى ويا سواد ليلك لو فكرت تاكل الجماعه بتاعته وتخليه ارمل، وقتها بقى هو اللي هيتحول للصياد، وانت اللي هتبقى الفريسه في المشهد ده، وهيخليك تجري قدامه وانت حاطط لمؤاخذه ديلك بين رجليك. جرير العسل حيوان عنده قدره مذهله في تحمل الاصابات والالم والصمود قصاد العضات واللدغات، وهيفضل مكمل في العركه تحت اي ظروف صعبه لحد ما تسيبه في حاله او تقتله بقى وتريحه من القرف ده كله. جرجر العسل عنده صفات طبيعية ربنا خلقها فيه، بتخليه يقدر يدافع عن نفسه وبتساعده على شجاعته، يعني زي ما قلنا ان جلده سميك جدا وصعب اختراقه، وبيحميه من اللدغات والعضات والسموم. لكن مش هي دي بس كل وسائله الدفاعية، ولسه فاضل اعفن واهم وسيلة. غرير العسل بيقدر يطلق مادة نتنة وقذرة، وهي عبارة عن ريحة طالعة من الغدة الشرجية. الريحة دي عاملة زي قنبلة ردع للمهاجمين المحتملين للمخلوق ده، وأول ما بيشموها بيدوخوا وبطنهم بتقلب من عفنتها. حيوان غرير العسل يعتبر صياد شاطر جدا، ويقدر يحدد موقع فريسته ويجيبها من بق أي حيوان مفترس حرفيا. نظامه الغذائي متنوع وكبير، لأنه بيقدر ياكل أي حاجة هيقابلها، ولو قدامه تعبان مفهوش أي غدد سمية أو غدد السمية ضعيفة وتعبان لدغته والقبر زي الكوبرا المصرية مثلا، هتلاقيه بمنتهى الحب رايح جري للكوبرا علشان ياكلها، لأن أكله للتعابين السامة بيمنحه الثقة في نفسه أكتر. الثقة في النفس دي هي اللي بتديله هرمونات الشجاعة عنده، والأهم بقى إنها بتعزز قدراته في إنه ما يخافش لما يواجه الحيوانات المفترسة التانية. يعني عادي جدا تلاقيه بيهاجم اصالات كبيره زي الاناكوندا والبايسون، وفي الاخر بيتغدى بيهم وبيعبي بيهم كرشه. كمان هتلاقيه بيطلع لاعلى فروع الاشجار علشان يصطاد الورلات اللي مليانه بملايين الانواع من البكتيريا، وبينزل بيهم على الارض في منتهى السلام ويقعد ياكلهم وهو بيقول الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله ايه الاكل ده يا كباح. غرير العسل بيحتل موقع مهيمن وحاكم في النظام البيئي، وده لان اعدائه في الطبيعه من الحيوانات المفترسه عددهم قليل جدا بسبب طبيعته العدوانيه ودفاعه الشرس. وعدم وجود بقى تهديدات كبيره ليه، ده بيسمح له انه يظهر شجاعته وعدم خوفه في معاركه مع الحيوانات التانيه اللي هيقابلهم، لانه شايف نفسه كبير زيه زيهم وما يقلش حاجه عنهم. يا ستار يا رب. لكن لازم نعرف حاجة مهمة جدا جنب ان غرير العسل ما بيخافش من اي حيوان، وهي انه ما بيحبش الهجوم في المقام الاول، وان استراتيجيته الدفاعية دي بيخليها اخر حاجة عنده. يعني باختصار كده هو بيحب يتجنب المواجهات لو كان ده ممكن يعني، وانه يرجع لبر الامان لو كان في تهديد كبير. وشجاعتهم المفرطة دي بتظهر لما بيكون خلاص مفيش مفر من العركة. ومن أهم الحاجات اللي لازم نعرفها عن غرير العسل جنب إنه مبيخافش وعدواني على طول وغضبان، هي إن الحيوان ده فعلا ذكي جدا، يمكن نسبة ذكائه قريبة جدا من نسبة ذكاء القرود. غرير العسل عنده مخ كبير مقارنة بمقاس جسمه، وهو واحد من الحيوانات القليلة جدا اللي بتستخدم الأدوات. وعشان نفهم الكلام اللي قلناه دلوقتي ده بطريقة أسهل، دي تجربة اتعملت على غرير العسل وحبسوه في قفص علشان يعرفوا ويفهموا درجة ذكاء الحيوان ده واصلة لحد فين، واللي حصل كان صادم للكل. الحيوان ده كان بيطلع يفتح القفل علشان يهرب، وكان بيستخدم أدوات زي الطوب والبراز وفروع الأشجار وحتى المقشات علشان يهرب برضه. لكن كل الكلام الجميل ده مش معناه إن الحيوان ده محصن وخارق وملهوش نقط ضعف، أبسولوتلي. الأسود والفهود والضباع مشهورين بهجومهم على غرير العسل وإنهم بيحاولوا يقتلوه، وفي أوقات قليلة المحاولات دي بتنجح وبيقدروا يقتلوه وياكلوه كمان، بس في معظم الأوقات بتكون المحاولات دي فاشلة، ووقتها بتتعرض الحيوانات المفترسة لإصابات وخدوش وندوب، وده بسبب إن الحيوان ده هيفضل يتخانق معاك من غير ما يقف لحد ما يموت. واللي عاوز يقتله لازم يعرف نقطة ضعفه. نقطة ضعف غرير العسل الوحيدة هي رقبة. رقبة الحيوان ده هي أقل منطقة فيها طبقات دهون في الجلد وعضلات، ولو قدر الحيوان المفترس اللي بيواجهه يديله ضربة مباشرة وقوية، هتكون هي دي الضربة القاضية، الضربة اللي هتقتله بسببها ويبقى الله يرحمه. أخيرا بقى، وبالرغم من حجمه الصغير، إلا إن أي حيوان مفترس في البرية بيواجه غرير العسل وما بيقتلهوش، ما بيقدرش إنه يتجرأ عليه تاني ويهاجمه حتى لو هيقابله كل يوم. علشان كده أطلقوا عليه اسم الحيوان الخالد، والمخلوق اللي ما بيعرفش الخوف، وأكتر قلب شجاع على سطح الكوكب. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من معلومة غريبة عن حيوان. صديق الإنسان الجميل حبوب، اكتب لنا في التعليقات حابب نتكلم عن إيه في الحلقات الجاية، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.